طيب إن شاء الله جل وعلا بتوفيق الله سبحانه وتعالى نبدأ هذه الجلسة، وأسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن ينصرنا على أعداء الإسلام والمسلمين. سبق وأن بينا أمر السحر الذي جعل في عورة الميت في قبر في دولة لبنان، يحرسه ويخدمه عديد وكثير من الجان، ومنهم من تاب وأناب وأسلم لله ونواصل السير طاعة لله جل وعلا بموافقة هذا الشاب الذي حرم ومنع من الزواج والحياة، فسجن بسبب الجان. لا نقصد بالسجن السجن الذي هو سجن، وإنما جعلت حياته كأنها سجن، لا يتنفس ولا يتمتع ولا يرتاح. فبسم الله نبدأ. طيب إن شاء الله نبدأ إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أسأل الله جل وعلا بمنه وفضله وجوده وكرمه أن ينصرنا على من عادانا وعلى من ظلمنا، وأن يجعل هداة المهتدين غير ضالين ولا مضلين. فبسم الله نبدأ. أذكركم بالله جل وعلا، وأعظم الوصية وصية الله التي أوصى الله بها الأولين والآخرين. قال الله: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. معشر الجن، لقد آذيتم أذية بالغة واستمعتم إلى كلام الرحمن جل وعلا فأذعنتم وأسلمتم وآمنتم. ولا شك أن الأسحار أتت أكلها حقيقة، ليفهم كل من يرى ويشاهد ويطالع ويسمع أن السحر حقيقة، سحر جعل للأسرة بأكملها، تمزق الإخوة شر ممزقة، فرقهم وباعد بينهم كل واحد في قبلة وفي جهة وفي بلد، والتعطيل لاحق بهم، لا عمل لا زواج ولا أبناء، أصبحوا كاللاجئين وأصبحوا عالة على غيرهم. والسبب حقد عظيم قديم، بسببه أتت ساحرة فسحرت وجعلت الأسحار مع الموتى. نقف وقفات، هذه الساحرة ما جعلت السحر في القبر عبثا، بل كادت ودبرت ومكرت وسحرت
وكانت ترجو أن ترى قهراً وذلة وصغاراً وفقراً ودماراً وشتاتاً. ولعلها الآن لا ترى، لكن وصلت أسحارها إلى البغية والمراد، فعليها الوزر وعليها الإثم، تحمله يوم القيامة يثقل كاهلها وظهرها. هل هي حية أم ميتة؟ الله تعالى عليم بحالها. فكل من سحر وعقد وربط ونفث وذبح ورشى يحسب الأمر هين وهو عند الله عظيم. فبالأسحار طلقت نساء ويتم أبناء، بالأسحار بترت أعضاء وشلت أركان وأبلدت عقول وأفهام، بالأسحار أحرقت ديار ومحقت أموال، بالأسحار جعل الجان في الأبدان فصد عن عبادة الله وطاعة الله، بالأسحار كان القتل والانتحار، بل كان الكفر والردة عن دين الإسلام. نعم، يوكل جن المسوني فيعادي كتاب الرحمن، يوكل بالسحر جن نصراني فيعادي المساجد والقرآن، يوكل بالسحر جن يهودي فيرغم على الفواحش والردى والهوى وأن تأتي الحرام. إنها الأسحار عالم خفي مليء بالخبايا والأسرار، جن يوكل بالعقول والأفهام، بالأعين والأبصار، بالنطق والكلام، بالأيدي والأقدام، بالبطون وبالأرحام، في الرجال والنساء. إنه عالم الجن وعالم الشياطين وعالم السحرة، عليهم الذلة أخزاهم الله جل وعلا. وقفنا وقفات بفضل الله جل وعلا، والموفق من وفقه الله، ولا توفيق إلا بتوفيق الله، ونبرأ إلى الله جل وعلا من حولنا وقوتنا، ونستعين بالله وحده ونتوكل عليه، ونسأله سبحانه ينصرنا على من عادانا وعلى كل من ظلمنا. أقول لكم بداية، تكلم منكم الكثير وأذعن لله وأناب، وبكم من خرج وشهدنا هذا رأي عين بفضل الموفق سبحانه وتعالى. خرج بعدما كان يختبئ في بدنه وكان يعاديه ويحارب، لكن ألزمناه بالبرنامج فرجع بفضل الله تعالى بالملاحظات حتى نقف على العلاج الحقيقي، وإن كان بعيد عنا فلا بد من المواصلة والاستمرار. نسأل الله تعالى أن ييسر أمور المسلمين. فنبدأ بفضل الله تعالى ونقف وقفات مع الآيات، ونخرج منها الدرر، ونخرج منها بفضل الله تعالى ما كان أو ما لا زال باقيا أو مختبيا في الأبدان، فلا بد أن تظهر بشكل واضح وتام. يقول رب العزة والجلال: فاسمعوا وعوا، ولا بد أن نفهم الآية على ما تدل. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، واتقوا الله الذي إليه تحشرون. واتقوا الله الذي إليه تحشرون. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، واتقوا الله الذي إليه تحشرون. واتقوا الله الذي إليه تحشرون. يقول الله تعالى:
قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. يقول الله وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. قال الله قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. يقول الله أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. يقول الله يخرج منها اللؤلؤ والمرجان يقول الله مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان بينهما برزخ لا يبغيان. يقول الله تعالى أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. قال الله إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. يقول الله اسمع ماذا قال الله أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. قال الله وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. قال الله تعالى
قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. تذكروا قول الله جل وعلا، قال الله لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. يقول الله وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. يقول الله وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. اسمعوا يا خدام أسحار البحار والمياه والأودية والآبار والسدود والمجاري، اسمعوا يا خدام أسحار البحار، البحار والأودية والأنهار والسدود والآبار والمجاري، اسمعوا يا أصحاب خدام أسحار المياه في البرك والأودية، خدام أسحار البحار والمياه والأمطار والبرك، اسمعوا يا خدام الأسحار التي أضمرت ودفنت التي جعلوها في جانب الأودية والبحار والسدود والمجاري والأنهار، اسمعوا يا خدام الأسحار، اسمعوا وعوا إلى كل من اشتغل وخدم وحرس سحرا في بحر في أمواج في أودية في أنهار في أنهار في سدود في برك إلى كل خدام أسحار البحار والأودية والأنهار والآبار والسدود، إلى كل خدام الأسحار التي جعلوها في المياه، اسمعوا قال الله إلى كل خدام أسحار البحار من اليهود والنصارى، إلى كل جني يخدم سحر في بحر، اسمع قال الله جل وعلا مبينا اسمعوا معشر الجن إليكم، هو الذي يسيركم في البر والبحر، أتسمعون؟ حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. أسلم لله
أسلموا كما أسلم الذين من قبلكم وتوبوا إلى الله فهو خالق. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار. خدام أصحاب الأنهار والبحار. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. فتقتلني لن أقتلك وإنما أهديك إلى الله. أريدك أن تهتدي. ربكم الذي يسجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما. سأخنق. ماذا؟ سأخنق. كيف؟ سأكثر. سأكثر. أسلم لله. أنا عاشق. أريد الخروج لكني عاشق. أسلم لله. عاشق؟ نعم. عاشق لمن؟ عاشق به. أنت رجل؟ أنا رجل. أنت جني؟ أنا جني. وتعشقه؟ نعم. تعشقه؟ نعم. أنت جني؟ أنا جني. سبحان الله. أنا جني. سبحان الله. أريد الخروج ولكن. لا قبل. أنت جني صح؟ أنا جني. وتعشقه؟ أعشقه. كيف ذلك يعني؟ لا أدري. كيف ذلك؟ أسكن في الحارة. تسكن في أي مكان؟ الحارة من الخارج. لهذا لأن أصلاً تذكرت السحر أصلاً جعل في عرس الميت. عاشق الله عاشق يوجد. عاشق الله عاشق. عاشق الله عاشق. أنت تسكن في عوتي في عوته. أنا أسكن في الحارة في الخار من الخلف. من الخلف. تسكن في عورتي من الخلف. كم سنة أنت تسكن عورته؟ كثيرا. كم تقريبا؟ كثيرا. 20 سنة. تقريبا. 20 سنة تقريبا. بسحر. حسد. حسد. كيف علاقة الحسد أن تسكن أنت عورته؟ حسد في المال. حسد في المال. وما علاقة الحسد بالمال في المال أن تسكن عورته؟ أن تسكن يده؟ ممكن. لكن ما علاقة الحسد في المال أن تسكن عورته؟ أسكن اليد والعورة. اليد والعورة. ولماذا بالضبط اليد مع العورة؟ في عورة ميتة. في عورة ميتة عند تغسيلها. في عورة ميتة عند تغسيلها. ساحرة تغسل أموات منافقة. ساحرة منافقة كافرة تغسل أموات المسلمين. تغسل من ماتت من المسلمات. ودخلت السحرة. وأدخلت معها السحرة إلى قاعة التغسيل. غرفة التغسيل. قديما جدا في بيروت. قديم جدا في بيروت. وعندما بدأت تغسل جعلت السحر في عورة الميتة. سأكتر. في عورة الميت 77 قديما جدا. في 77. نعم 77. أذيت أناس كثير. أذيت في لبنان قبله كثير. كثيرة قبله. في لبنان. أنت كنت تسكن في لبنان. أنتم يهود تسكن في لبنان. يهود. الجيل اليهودي يسكن في لبنان كثيرا. يهود لبنان تسكن هنا كثيرا. والسحر موجود كثيرا في لبنان. والساحرات كثيرة في لبنان. وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا الله. علمت نفس ما قدمت.
توبي إلى الله عز وجل. إن الدين عند الله الإسلام. أسلم لله. لا تؤذيه فقد أذيته سنوات. عمره كله أذية. عمره كله بسحر وضع فيه. المرأة التي ماتت وجعلوا فيها السحر قريبة له؟ لا أذكر. فقط أوصوها أن يجعلوا في سحر ما أوصف وخلاص. جدته أوصف بهذا للساحرة. والساحرة اختارت أن يكون السحر في دبر الميتة. الساحرة أعوذ بالله سحرا كثيرا. سحرا كثيرا. عطل كثيرا. سحر يهودي في دبر امرأة ميتة وفي قبر مظلم فجعل السواد والظلام في سائر الأركان ومناحي الحياة. ليس عليه بل على كل إخوته. كل الإخوة. كل الإخوة. خرب الجميع. خرب الجميع. خرب الجميع. خرب الجميع. فرق بين الجميع. فرق بين الحياة. عائلة الأم وعائلته. نعم. نعم كره كره الجميع كره الجميع كره الجميع. نعم هم كلب السحر على الشدة. نعم أبوه كره. أشهد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أشهد أن محمدا رسول الله. رضيت بالله رب والإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. الحمد لله. اللهم اكل. اللهم اكل. أو العورة معنيت. لماذا؟ أنا مالك من أشاء. ها؟ أنا ملك. أنت ملك. تفعل ما تشاء. أفعل ما أشاء. تفعل ما تشاء. أنت يهودي؟ كلا. نصراني؟ كلا. ماذا؟ مشرك؟ أنا أعبد في الأصنام. تعبد أصنام؟ سبحان الله. تعبد الأصنام. ولهذا تأثر بقول الله جل وعلا قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. يا الله نريد الخروج ولكن ولهذا أنت أثر بقول الله واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا. سبحان الله. هو يؤذيننا أيضا. هو يؤذيننا أيضا. سبحان الله. تؤذوننا أخ. آيات تؤثر فيكم حقا. نريد الخروج ولكن لا ندري أين نذهب. أسلم قبلها. أنا حافظ الإسلام ولكن أسلم قبلها. لست مقتنعا بهذا. لست مقتنعا بهذا. ها؟ لست مقتنعا بهذا. لست مقتنعا بالإسلام؟ كلا لست مقتنعا بهذا. طيب أسألك سؤالا. الإسلام ما جاء إلا ليخرجك من الظلمات إلى النور. أريد أن أقتنع. الإسلام دين الله تعالى. أنا في صدري أزدزاق. كيف؟ أقتنع. طيب. أخلق. تخلقني أنت تخلقني. اسمع ماذا قال الله تعالى تقتنع. يقول الله جل وعلا ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين. أسمعت. أنا سحرته. أنا سحرته. أنا سحرته. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون. اسمع ماذا قال. ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة
ما سبقكم بها من أحد من العالمين. قال الله: ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين. فاحشة عظيمة تأتونها. قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. أسمعت تريد أن تأخذه إلى الفاحشة بل تصنع به الفواحش ولهذا يتأثر قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك أنت ملك تسكن عورة تريد فواحشا فقل أنا دخلت على حسد في المال أسكن يده وعورته من خلف وآتي ما أشاء وأنت لست يهودي وصبا مشرك تركع وتسوي الأصنام. ها؟ نحن ثمانية. أنتم ثمانية. نحن ثمانية. وظيفتكم ما هي؟ احرصوا علي. لأنك ملك. أنت سيدهم وكبيرهم. يتعذبون أيضا. يريدون الخروج. أسلموا لله عز وجل. الإسلام يكفي أن تعلم أن الإسلام يجعلك عبدا لله وحده وهو الخالق الذي يستحق أن يعبد وأن يطاع جل وعلا فأنت من الله خلقك الله جل وعلا وأمرك بأمر فقال الله جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون قال الله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. أتسمع إن الدين عند الله الإسلام بدايتك أمر من الله ورجوعك ومنتهاك بأمر من الله فحالي أن تكون وقافا عند حدود الله وأن تقول كما قال الله سمعنا وأطعنا. أتسمع ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير ولله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب أشهد وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله
وأشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله. وأشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله. وأشهد أن محمدا رسول الله. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا أعاهد الله ألا أظلمه فعاهد الله أن أخرج منه فأخرج منه وعاهد الله أن أخرج ألا أظلمه وعاهد الله أن أخرج منه طاعة لله وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وعاهد الله أن أخرج أنا ومن معي من الجنود من هذا الجسد وأن لا نرجع إليه مرة أخرى وأن لا نرجع. نعم حطوا الأصنام. الله أكبر. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. نعم من الجن من يعبد الأصنام، من الجن من هو اليهودية والنصرانية، من هو مشرك أو ماسوني، من هم يعبدوا النار. نعم كما ذكر ربي جل وعلا. وكان هذا الملك كما يقول أنه يعبد الأصنام والذي تأثر بآيات الأصنام فأسلمت لله. قل الحمد لله الذي نجاك وأنقذك. أكثر من 20 سنة ويسكن اليد والعورة حسد على المال، صح ولا لا؟ حسد على المال. سبحان الله العظيم. ومن قبله كانوا يسكنون كذلك في العورة وفي الجسد، لكن بسحر كان في قبر فخرجوا ولله الحمد. الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد. اللهم لك الحمد. المسلم ساعده. نعم المسلم ساعده. ها الذين أسلموا ساعدوه، يقول هذا الذين أسلموا هنا في الله عز وجل ساعدوا هذا الجسد. نعم فالحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد. ندعوهم بدعوة الله عز وجل، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. هيا أسلمت إن شاء الله تعالى أتخرج إن شاء الله الآن، لكن لا تعود إلى الأصنام، كسرها واعبد ربك عز وجل، اقرأ القرآن اسمع وسبح وصلي واركع واسجد واقرأ القرآن تسمع القرآن القرآن أوصيك به خلاص. نسأل الله يجعل الحسنى لله علينا ونجتمع في الجنان إن شاء الله تعالى. خلاص ألقي السلام، قل السلام عليكم وخرج. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هيا هيا خرج طاعة الله عز وجل. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. خرجوا جميعا بإذن الله عز وجل. خرج من قبلكم وسيقن من خروجهم. هيا خرج أنت ومن معك، أنتم الثمانية صح؟ هيا ثمانية. هيا بسم الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. هيا واصل خروج طاعة الله عز وجل. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. معشر الجن، إن الله سبحانه وتعالى واحد
واحد أحد فرد صمد ما اتخذ صاحبة ولا ولد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا هو سبحانه ما أعظمه لا إله إلا هو سبحانه ما أحلمه. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. قالوا وأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أُفٍّ لكم ولم تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. الحمد لله وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا إن الباطل كان زهوقا إن الباطل كان زهوقا. الحمد لله. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. الله أكبر. إلى كل ملك من ملوك الجن أسلم كان يعبد الأصنام كان يتخذها آلهة من دون الله فأسلم لله جل وعلا وآمن بالله ورضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أخرج طاعة لله أخرج طاعة لله جل في علا أخرج طاعة لله فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور فاجتنبوا الرجس من الأوثان. هيا إلى الإيمان إلى طاعة الرحمن قلها لله جل وعلا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وعلى كل من صار على سيره واستنى بسنته. اللهم لك الحمد يا ذا الجلال والإكرام اللهم لك الحمد يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا الله الله أكبر. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. قل أندعو قل أدعو قل قال الله جل وعلا قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. معشر الجن اخرجوا طاعة لله عز وجل معشر الجن اخرجوا طاعة لله عز وجل معشر الجن اخرجوا طاعة لله عز وجل معشر الجن اخرجوا طاعة لله عز وجل. هيا فخرج من يده واخرج من عورته اخرج من يده واخرج من عورته اخرج من يده واخرج من عورته طاعة لله. هيا خرج من القدم طاعة لله عز وجل. الله أكبر
الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا. اخرج إني لك من الناصحين. هيا خرج بأمر الله عز وجل، هيا خرج طاعة لله عز وجل، هيا. الله أكبر، الله أكبر. هيا هيا بأمر الله، هيا هيا بسم الله، هيا 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 واصل، هيا بأمر الله. هيا أنا وحيدة. نعم أنا فقط. أنت وحدك، خرجوا الآخر من صح؟ خرجوا ها؟ الحمد لله، بقيت أنت وحدك. هيا خذ حتى أذكر لك من معك، خرجوا يعني الثمانية. هيا أنت ثامنهم أم تاسعهم؟ أنت ثامنهم، يخرج السبعة. هيا خذ، هيا هيا بأمر الله، هيا هيا واصل الملك، هيا خذ طاعة الله عز وجل. هيا هيا، الله أكبر، الله أكبر. ولكم الأجر إن شاء الله تعالى بالإسلام والإيمان والتعاون على البر والتقوى. هيا هيا واصل بأمر الله عز وجل. هيا 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 هيا، الله أكبر، اللهم اشرح صدره ويسر أمره. هيا بسم الله، هيا أسلمت لله عز وجل. هيا كنت تؤذيه في العورة. هيا هيا هيا، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. لمن الملك اليوم؟ الله أكبر، لله لله لله، والله الواحد سبحانه وتعالى وهو القهار جل وعلا. هيا هيا إلى الله عز وجل، الله أكبر. هيا حاول خروج، هيا واصل واصل بسم الله، هيا واصل واصل، الله أكبر، الله أكبر. ما معي؟ الله شكو معي؟ شكو؟ ما فيش عقل دابا؟ عقل تذكر كل شيء الآن صح؟ قبل أن تذكروا نعود إن شاء الله باش نتأكدوا بإذن الله عز وجل. جيد ما شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر، وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. شعرت بشيء؟ فقر في الرجل، رجل ماذا شعرت؟ تعب في الرجل، تعب تلميل أم تعب أم حركة؟ تعب، تعب فقط. طيب نواصل. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، يعكفون على أصنام، يعكفون على أصنام، على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. شعرت بشيء؟ عادي؟ طيب جيد. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون،
فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين وألقي السحرة ساجدين وألقي السحرة ساجدين السحرة ساجدين السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. من معي؟ من معي؟ من معي؟ سأحاول الخروج. من معي؟ سأحاول الخروج. من؟ أنت الملك؟ أنت الملك. خرج من معك؟ السبعة خرجوا وأنت لازلت في جسد. فلماذا اختفيت؟ لماذا اختفيت؟ سأحاول الخروج. أي الآن؟ وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين لماذا شعرت؟ من معي؟ لماذا شعرت؟ خرج من شعرت بالخروج جيد وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. من معي؟ ها؟ لماذا شعرت؟ شيخ يخرج من الإصبع يعني كان بأشياء تخرج من الإصبع الكبير يعني هناك أكثر من واحد سبحان الله لازال هناك الجن أكثر مما خرج الذين خرجوا لازال هناك بجسد يخرجون طيب الحمد لله وأوحينا إلى موسى
إلى موسى أن ألقي عصاك، إلى موسى أن ألقي عصاك، إلى موسى أن ألقي عصاك، فإذا هي تلقف ما يأفكون، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين، وألقي السحرة ساجدين، السحرة ساجدين، السحرة ساجدين، السحرة ساجدين، السحرة ساجدين. من معي؟ من معي؟ أنا آخرهم. أنت آخرهم؟ نعم. ما هي وظيفتك؟ لماذا سكنت جسد؟ حارس. حارس ماذا؟ حارس سحر. في أي مكان؟ سحر ماذا؟ مرشوش. باب مرشوش. لماذا رشا؟ من أجل ماذا؟ تعطيل العمل. تعطيل العمل. كم سنوات فيه؟ كثيرا كثيرا. 20 سنة؟ أكثر. أكثر. 30 سنة؟ 30 سنة؟ كثيرا. أكثر. كثيرا. طيب هيا هيا خش طاعة الله عز وجل. أسلم لله تعالى. ما هي ديانتك أنت؟ نصراني. قل أشهد أن لا إله إلا الله. أريد الخروج، أريد الإسلام. أسلم لله تعالى واجعل ما بقي لك من حياة في هذه الأرض، في هذه الحياة، يكون على خير وطاعة وتلقى الله تعالى وأنت على خير. لتجدن أشد الناس عداوة الذين آمنوا الذين قالوا إن الذي لتجدن أشد الناس عداوة الذين آمنوا الذين قالوا لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة الذين آمنوا الذين قالوا إن نصارى، ذلك بأن من قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. تسمعني؟ أتسمع؟ أسلم لله عز وجل، أسلم لله عز وجل، أسلم لله. سأبقى نصراني. أسلم لله. سأبقى نصراني. تبقى نصراني؟ نعم. أسلم لله. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب، كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. أتسمع؟ أسلم لله عز وجل. المسلم. أنت المسلم؟ أين هو النصراني؟ أنا النصراني. ها؟ المسلم يساعده هو. كيف؟ أين هو النصراني؟ أين هو النصراني؟ أنا النصراني. أسلم لله تعالى. أنا في رجل. أسلم لله. لا أريد الإسلام. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلم يعذبكم بذنوبكم، بل أنتم بشر ممن خلق، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. أسلم لله. أما رأيت كيف أسلم المشرك الذي كان يركع ويسجد للأصنام؟ أما رأيت؟ أسلم لله. أسلم لله. قل أشهد أن لا إله إلا الله. قل أشهد أن لا إله إلا الله. لماذا؟ ما الذي يمنعك؟ ما الذي يمنعك؟ ما الذي يمنعك؟ ما الذي يمنعك؟ أشهد أن لا إله إلا الله. وأشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله. وأشهد أن محمد رسول الله. تعلم أشهد أن محمد. اسمعني، اسمعني، والله أريد لك الخير، أن تبقى على الإسلام. أنت بداخلك تعلم أن الإسلام يدل على الخير، صح أم لا؟ ها؟ عبادة الله، لا نعبد صليبا ولا حجرا ولا شجرا، لا نعبد ساحرا ولا ذبحا ولا دما، نعبد الله، نركع لله جل وعلا ونسجد لله، ونسأل الله تعالى، نستعين بالله، ونجر الثواب من عند الله عز وجل. كتسمع لله هذه العبادة؟ ها؟ نحيا على الإسلام، نسأل الله يتوفانا على الإسلام، نحيا على الإيمان، نسأل الله يتوفانا على الإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله.
وأشهد أن محمد رسول الله. كفر من 30 سنة وأنت فيه. كان عمره 15 سنة ولا تجاوز 40. يا الله، كان في مجموعة من الجن، نسأل الله العافية، بأصحاب في البحار وأصحاب القبور وبالحسد. طيب، أخرج طاعة لله، أنت آخرهم صح؟ العاشقة موجودة، العاشقة ولا زالت هناك عاشقة؟ عاشقة يهودية. أنت آخرهم وبلدت خلفك العاشقة اليهودية وحدة؟ العاشقة وحدة. طيب، أخرج أنت الآن. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. أسلمت. الله مولانا وناصرنا. الله أشهد. ماذا تشعر؟ نعم عادي، شعرت بشيء خرج؟ لا بس كان شيء يعني تنميل بالأجر. لم يعد؟ لم يعد. طيب جيد، إذن اسمعني حتى نواصل بإذن الله عز وجل. يقول أن خلفه عاشقة يهودية، عاشقة يهودية. عندي وز في العضلة. نعم الآن. وتشعر الآن في وز في العضلة الآن. وز في العضلة. سبحان الله. الله أكبر من كل عاشقة يهودية، الله أكبر من كل عاشقة يهودية، الله أكبر من كل عاشقة يهودية. من معها أسلموا لله واعترفوا له بالوحدانية وبقيت وحدها في العورات، فنسأل الله تعالى أن يأتي بها إلى الإسلام وإلى الإيمان، وأن تكون كذلك بفضل الله جل وعلا من أهل الساعة والهداية. اللهم اهدها، حصل فرجها، اشرح صدرها، اغفر ذنبها. اللهم اهدها إلى الإسلام. أتسمع يهودية؟ عاشقة، عشقت جماله سنوات وعذبته سنوات. كم سنوات فيه؟ كم سنوات فيه؟ كثيرا كثيرا. كم تقريبا؟ أنا دخلت أولا. أنت أول من دخل؟ يا الله، بالعين؟ كلا، بالسحر؟ في سحر. أنت أول من دخل بالسحر وأصبحت حالة سحر وعاشقة؟ يا الله، كم سنة تقريبا؟ كان صغيرا جدا. كم كان عمره حينها تقريبا؟ خمس سنوات. والآن تجاوز 40، نقول 40 سنة أنت فيه؟ 39 سنة أنت فيه. يا الله. طيب، أنا أسلمت ولكن أسلمتي متى؟ أسلمتي مع الفوج الأول في الزيارة الأولى. نعم، الحمد لله. الزيارة السابقة. نعم، الزيارة السابقة مع الأصحاب. ماذا؟ ما تفعلين الآن؟ ما تفعلين؟ أنا أعشقه فقط. تعشقينه؟ أسلمتي من قبل صح؟ ومن معك خرجوا؟ أنا وحيدة. وبقيت وحيدة وأسلم الآن خدام سحر الأوثان والأصنام الذي كانوا يعبدون الأصنام وخرجوا لله عز وجل، خرج طاعة لله عز وجل. بقيت الآن أنت وحدك في الجسد، رأيت نور الله عز وجل وكيف جاء النصر من الله والفتح من الله، لأن قلبه طيب، لأنه يأتي على حسن ظن في الله أنه الشافي، ويأتي بصفاء نية وقصد، لا يلتفت يمنة ولا يسرى. نعم، فوفقه الله جل وعلا وما له إلا سبب،
فالله تعالى هو الشافي. من أتى بصدق وفقه الله، ومن أقبل بخير أقبل الخير عليه بفضل الله عز وجل. الله الذي يشفيه وخرج طاعته، أعطاني عليه الزواج لم يتزوج، أنت السبب ومن بعد كذا كانوا السبب، خرجوا ولله الحمد والمنة. أخرج الآن ولا تعاود الكرة، لا تظلمي أحدا من المسلمين. سيقتلني المسلم، سيقتلني. لا، لن يقتلك أحد. لما خرج سيقتلني. لن يقتلك أحد بإذن الله. نعم، لأن خرجوا لك لا زالوا حراسا بفضل الله تعالى حتى يتنقى الجسد ويصبح صافيا نقيا. نحن نأمر بأمر الله فقط، نحن نتلو عليهم القرآن فقط، لكنهم يستجيبوا لأمر الله عز وجل، فلله الحمد والمنة. اللهم اجعلنا جندا من جندك، اللهم اجعلنا من أحبابك وأوليائك يا الله، وانصرنا على من عادانا وعلى من ظلمنا. لا يقتلك أحد بالإسلام، أن تكون مسلم إن شاء الله، أعلنت الإسلام لا يؤذيك أحد. يعني أذكره بقول الله، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا، كنت كذلك كافرا فأسلمت، فلا تتعجل، لا ترمي الناس، وكن حليما صبورا، اصبر عليها وادعوها إلى الله عز وجل. أسلمت الآن فحرام عليك أن ترميها، حرام عليك أن تقتلها. هي ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. سيحصح المسلم. نعم، سيحصح المسلم. أسأل الله تعالى أن يكون له حفظا، أن يكون الله عز وجل معه بمعيته. فإذا أحب الله عبده وكله ملائكة ملائكته، وما يعلم جل ربك إلا هو. هيا خرج الآن، إنهم هاردون. هيا خرج الآن، هيا خرجي، هيا خرجي. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وما تكون في شأن، وما تتلو منه من القرآن، ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا فيه. وما يعزب عن ربك بمثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين، إلا في كتاب مبين، إلا في كتاب مبين. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، وعلى ربهم يتوكلون، وعلى ربهم يتوكلون. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم، فاقرؤوا ما تيسر من القرآن، علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله، فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا،
واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. شرب شيء جيد مزيان. الحمد لله. قل الحمد لله. اللهم لك الحمد. هذا فضل الله. حاسسك مرتاح. مرتاح جيد. لكن مع ذلك سنجعل حصة أخرى من أجل التأكيد بإذن الله. نسألك الدعاء.